السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من صدى الأقلام، نبدأها بأهم عناوين الصحف. في إندبندنت عربية، المخابرات العراقية تعلن اعتقال المرشح لخلافة البغدادي والبنتاغون ينفي. وفي الزمان، الكهرباء تعزو التراجع إلى الصيانة، ومواطنون المشاريع الوهمية وراء التلكؤ. أما في القدس العربي، نواب العراق على وشك الانهيار الاقتصادي ونحن متجهون نحو الإفلاس. وفي الهيئة نت، فساد كبير بقيمة 400 مليون دينار في مخازن سايلو النجف. المدى تحدثت عن تحرك شيعي سني لإقالة رئيس البرلمان، 130 نائبا موافقون. العربي الجديد، ليبيا انشقاقات واسعة في صفوف حفتر، والوفاق تواصل استهداف ترهونة. وأخيرا في الشرق الأوسط، إصابات كورونا تتجاوز 5 ملايين حالة وأكثر من 325,000 وفاة. نبدأ بمقالنا الأول، إذ يتفق العراقيون على أن أمام مصطفى الكاظمي مهمة صعبة إن لم تكن مستحيلة بسبب الأزمات التي تعاني منها أو يعاني منها العراق، في ظل انهيار أسعار النفط واستمرار الصراع الأمريكي الإيراني، فضلا عن التظاهرات الشعبية المستمرة. أمير المفرجي يرى في صحيفة القدس العربي أن الآلية التي وصل بها الكاظمي لسدة الحكم تبدد حالة التفاؤل المفرط عند القلة القليلة من العراقيين بشأن إمكانية نجاحه في إنقاذ العراق مما هو عليه الآن. إن طريقة اختيار الحكومة الجديدة وتشابه أسس تكوينها الطائفي من خلال نفس الأحزاب سيبدد لا محالة هذا الأمال، ويجعل من تداولها في الشارع أقرب إلى عنوان أغنية حتشك مطرصف. لا تروي ظمأ العراقيين المتعطشين للحرية والأمان والعيش الكريم. في المقابل، يرى كل من له بصيرة وطنية فيما يتعلق بوعود التغيير التي يحملها رئيس الوزراء على أنها ليس سوى أمنيات يصعب تحقيقها. إذا أخذنا بعين الاعتبار العلاقة بين طبيعة العملية السياسية والمقاييس المذهبية التي رسمت للعراق، التي حددت بوضوح حدودها ومن له الحق في المشاركة فيها، وبالتالي حصرها لصالح الأحزاب الشيعية والسنية والكردية ولمن يدين بولاء أهل الخارج ويرتبط به عقائديا. من هنا أصبح من الصعوبة قيام أي نظام سياسي عراقي وطني تنطبق عليه مواصفات الشارع العراقي الذي ارتبط قبوله بشخصية رئيس الوزراء وتشكيلته الوزارية بشروط الولاء للوطن والنزاهة والشفافية والاستقلالية عن الأحزاب والكتل السياسية وعدم تسنمه أي منصب تنفيذي أو تشريعي بعد عام 2003. وكما سيكون من المستحيل تصديق تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حين يقول إن الحكومة العراقية الجديدة ستكون حكومة خدمات خادمة للشعب بالأفعال وليس بالأقوال، والجميع يتحمل مسؤولية نجاحها. الكاتب يرى أيضا أن قبول الكاظمي على رأس حكومة محاصصة طائفية يأتي ضمن السياق نفسه، ولكن قد يختلف في الشكل على الرغم من استمراره في المضمون على طريقة تقسيم الكعكة العراقية بالسكين الأمريكية والملعقة الإيرانية التي رفضها العراقيون من خلال استمرار ثورتهم، ثورة الهوية العراقية التي ستسقط الكاظمي كما أسقطت عبد المهدي إذا تجرأ على إخمادها بالرصاص. يقول البعض من العراقيين إن علينا أن نحسن الظن بالكاظمي، فهو قد يستطيع أن يحاسب قتلة المتظاهرين، أن يعمل على حصر السلاح بيد الدولة، أن يهيئ الانتخابات المبكرة،
وأن يقاضي الحيتان الكبار. لكن عبد اللطيف السعدون يقول في صحيفة العرب الجديد إن الكاظمي هو ابن العملية السياسية التي أنشأها الأمريكيون، وقد جاء به في لحظة توافق محسوبة بين واشنطن وطهران، وفي مرحلة حرجة في العلاقة بين العاصمتين اللتين تحكمان بغداد معا وتتحكمان في قرارها. نعرف أن العمل على تفكيك العملية السياسية التي دخلت عامها 18 دونه خرط القتاد على الرغم من أنها عانت وتعاني من الانهيار، ولم يبقى غير إطلاق الرصاصة الرحمة عليها. ولكن لحسن الحظ أدركتنا ثورة الشباب التي وجدنا فيها مشروعا للتغيير معبرا عن الإرادة الشعبية في استعادة الوطن من سارقيه. ونعترف أنه في حالة شائكة ومعقدة مثل العراق يتطلب التغيير إرادة دولية فاعلة مساعدة على إنجازه، وهنا مكمن الحذر، فقد تكون حسابات القوى الخارجية المتعاطفة هي غير حسابات العراقيين الذين يريدون تغييرا جذريا، وهذا ما جعلها تدفع باسم الكاظمي إلى الواجهة وتمنحه دعمها اللامحدود منذ الساعة الأولى. وهكذا سارع الكاظمي لإيجاد انطباع إيجابي لدى الشرائح المطالبة بالتغيير، وضمنت له خطوته بإطلاق سراح المعتقلين من شباب الانتفاضة حالة ارتياح لدى الجمهور، إلا أن زيارته مقر الحشد الشعبي بحضور قادة الميليشيات الولائية المرتبطة بخامنئي أعطت دلالة معاكسة لم تغب عن المتابع، وقد وصفتها ميليشيا موالية لطهران بأنها ألجمت الأفواه التي تحدثت عن خلاف بيننا وبين الكاظمي، بعدما كانت قد أطلقت عليه من بيانات معلنة صفة العميل الأمريكي، واتهمته بالضلوع في واقعة مقتل قاسم سليماني وأبو مهد المهندس في مطار بغداد. الكاتب يرى أيضا أن خيوط اللعبة بدأت تتضح أكثر وأكثر، فالسلاح بدلا من أن يحصر بيد الدولة سوف يظل في يد الميليشيات التي ستنخرط في جيش رديف موازن للجيش الاعتيادي، وسيوفر لها قانون الحشد الشعبي المظلة الرسمية والتمويل، والاقتصاص من قتلة المتظاهرين سوف يختزل إلى معاقبة شرطي بسيط أو رجل أمن صغير نفذ أمرا بالقتل صدر له من جهة عليا، فيما سيظل أو ستظل تلك الجهة في منأى عن أي عقوبة أو اتهام. ونحن نشهد المحكمة العليا الأمريكية تصدر حكما يقضي بأن يدفع السودان ما سمته تعويضات تأديبية لبعض من ذوي ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998. هل سيأتي يوم تطالب به الدول التي تعرضت سفاراتها للتفجير بتعويضات من دول ومنظمات نتيجة سقوط ضحايا من المدنيين؟ هذا ما تساءل عنه فاتح عبد السلام في مقاله بصحيفة الزمان. هل سينسحب الحكم الأمريكي في إصدار جديد مقبل آخر على دول وجهات لها علاقة بتفجير السفارة الأمريكية ببيروت الذي وقع في 18 من نيسان عام 83 و900 ألف، وتسبب بمقتل 63 شخصا في السفارة؟ وهل سيتم فتح ملف مقتل السفير الأمريكي في ليبيا في أعقاب سقوط نظام العقيد القذافي؟ وماذا يمكن أن يحدث عند فتح هذه الملفات؟ أم أنها أغلقت بقرار سياسي لكي تسير المراكب الأمريكية مع الحكومات في بعض الدول والمناطق؟ هل يمكن أن تفكر دولة بتعويضات كما طالبت الكويت بتعويض من العراق جراء غزو قام به نظام سابق؟ هل تتذكرون تفجير السفارة العراقية في بيروت في كانون أول من عام 1981 ومقتل السفير وموظفين وبلقيس الراوي زوجة الشاعر نزار قباني وما لا يقل عن 60 شخصا بعضهم مراجعون لمعاملات تخص الشؤون القنصلية والتأشيرات وأمور الوكالات التجارية والشخصية؟ ذلك التفجير تردد ذكره بافتخار في ندوات تلفزيونية وحوارية كثيرة
في السنوات الأخيرة على ألسن عدد من السياسيين العراقيين بوصفه كان إنجازا نضاليا نفذه من يطلقون عليه اسم الشهيد أبو مريم، وظل اسمه الحقيقي مخفيا حتى الآن. الكاتب يقول إن هناك دول ستبدي تضررها مما حصل في ذلك التفجير وتبدأ بمقاضاة العراق لاعترافات سياسيه بتفجير سفارة عراقية. ثمة أوراق مطوية في الظاهر لكنها تتحرك بأيدي دول وأجهزة وستتحول إلى مفاجآت موثقة من العيار الثقيل في توقيتات أو توقيتات ما يمكن أن نسميه الزمن الرخو الذي سيكون مهيئا لتنفيذ أي أوراق مستعصية مقابل أثمان غالية. في السابع من آب عام 1979 أمر الخميني بجعل آخر يوم جمعة من كل شهر رمضان من كل عام يوما عالميا للقدس، داعيا الجماهير إلى أن تخرج في هذا اليوم إلى الشوارع والساحات والميادين لتهتف بالموت لإسرائيل ولتعلن عن قرب صلاتها في حرم القدس الشريف، ولكن بعد زوال إسرائيل كلها من الوجود. إبراهيم الزبيدي يقول في صحيفة العرب اللندنية إنه منذ 40 عاما يهتف الإيرانيون بالموت لإسرائيل فلا يموت غيرنا. منذ عام 79 و900 ألف والنظام الإيراني لا يتوقف عن الهتاف بموت إسرائيل، ولكن لا يموت غيرنا بالعشرات وأحيانا بالمئات، تارة بمفخخات أعوانه ووكلائه العراقيين واللبنانيين واليمنيين، وأخرى برصاص اليهود الذين يتساقطوا في فلسطين وسوريا ولبنان. ومنذ 9 سنوات وجمهورية الولي الفقيه تجدد قسمها بأغلظ الأيمان على أنها سوف تنتقم لدماء ضباطها وجنودها ووكلائها العراقيين واللبنانيين الذين يحصدهم طيران اليهود في سوريا ولبنان والعراق، وعلى أنها ستثأر لهيبة حليفها بشار الأسد التي يلطخها الإسرائيليون بالدم كل يوم وكل ساعة. وفي عقاب كل غارة يغضب قادة الحرس الثوري وزعماء محور المقاومة والممانعة فيهددون بأن هذا العدوان الغاشم لن يمر دون رد، لكنهم يتركون مكان الرد وزمانه للظروف. ولكن الحق الذي لا بد أن يقال هنا هو أن الغالبية العظمى من الجماهير الإيرانية والعربية والإسلامية قد كشفت اللعبة مبكرا وآمنت أن دعاوى النظام الإيراني الفلسطيني خاوية من مضمونها، وذلك لأنه بالكاد يحافظ على بقائه واقفا ويبذل الغالي والرخيص لضمان ما تبقى من وجوده لنفسه في العراق وسوريا ولبنان وربما في إيران ذاتها. الكاتب يقول إنه لابد أن يكون الذين رسموا وكتبوا تلك الجدارية الضخمة المهينة للهوية الوطنية العراقية ورفعوها في ساحة بيروت ببغداد والتي تعد بالصلاة في القدس قريبا أكثر تزويرا ونفاقا وخديعة من وليهم الفقيه ومن قادة حرسه الثوري، لسبب بسيط هو أنهم الأقرب إليه والأكثر قدرة على إدراك ضعفه وهزاله وعجزه عن حماية نفسه داخل حدوده ذاتها. في مقال بصحيفة الاندبندنت البريطانية يتحدث أحمد أبو دوح عما يعتقد أنه تراجع للوراء من جانب إيران في تصعيد الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، وينطلق الكاتب من فرضية تقول بأن إيران تنتقل من سياسة حافة الهاوية إلى فن استرضاء الولايات المتحدة الأمريكية، ويقول إنه من المتوقع الآن أن تستمر هذه الاستراتيجية الإيرانية الجديدة خلال الفترة المتبقية من فترة رئاسة دونالد ترامب. الكاتب يضيف أن السبب الحقيقي وراء تراجع إيران هو أن السلطات الإيرانية فوجئت بالاضطرابات التي عقبت إسقاط شركة طيران أوكرانية بخطأ بشري، ولا يمكنها المخاطرة بتداعيات سياسية لأزمة أخرى في وقت يتسم بعدم اليقين الاقتصاد الكبير. ويشير الكاتب إلى أن التقارير كشفت هذا الأسبوع أن محادثات سرية بين الخصمين أسفرت عن تعيين مصطفى الكاظمي السياسي ذو الميول الأمريكية
رئيسا جديدا للوزراء في العراق. ويضيف أنه بحسب ما ورد لعبت إيران دورا محوريا في مساعدة واشنطن لتسهيل المصالحة الحاسمة بين المتنافسين الرئيسيين على السلطة في أفغانستان، الرئيس أشرف غني وخصمه عبد الله عبد الله. والآن يأتي الحديث عن انسحاب القوات الإيرانية من سوريا، وهو هدف استراتيجي طالما سعت إدارة ترامب حثيثا لتحقيقه. بالمقابل يقول أحمد، سحبت الولايات المتحدة أنظمة باتريوت للدفاع الجوي من المملكة العربية السعودية، ووافقت على استثناء بعض الدول التي تتعامل مع إيران من قوائم العقوبات الاقتصادية الصارمة. ويرى الكاتب أن هناك حدثان كسرا الجليد، مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في كانون الثاني الماضي، وبصورة حتمية إلى حد ما اندلاع أزمة فيروس كورونا. ويخلص الكاتب إلى القول بأنه ليس من المفاجئ إذن أن المسؤولين الإيرانيين وصلوا إلى إدراك أنه يجب التفكير بشكل مختلف بينما تنتقل بلادهم إلى نظام عالمي جديد غير مؤكد. قد يبدو الاسترضاء خيارا جذابا على الأقل في الوقت الحالي. حذر المحامي الصهيوني مايكل سفارد من أن ضم الكيان الصهيوني أراض من الضفة الغربية المحتلة سيكون له تداعيات كارثية على المقيمين الفلسطينيين، طبعا بين قوسين، وعلى ممتلكاتهم داخل المناطق التي سيتم ضمها. وتوقع سفارد في حوار أجراه مع موقع ميدل إيست آي البريطاني أن عدم تنفيذ الكيان الصهيوني للضم في هذا التوقيت يعني عدم طرح الموضوع من جديد لمئة عام. الكاتب يشير إلى أنه بعد مرور ما يقرب من 53 عاما على احتلالها للضفة الغربية، باتت إسرائيل أقرب من أي وقت مضى إلى ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية. وبما أن تطبيق السيادة وهو المصطلح الجديد المرادف للضم يتمتع داخل البرلمان أو الكنيست بأغلبية واضحة، فإن إسرائيل نظريا لا تبعد سوى شهرين ونصف عن ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو التحرك الأبرز بلا منازع منذ أن احتلتها في عام 1967. ويقول الكاتب أن الضم سيترك أثرا عميقة على الفلسطينيين، وأشار إلى أن الضم يعاني تأميم معظم الأراضي في تلك المناطق، بحيث تعتبر مساحات واسعة من الأراضي المملوكة لفلسطينيين يعيشون خارج تلك المناطق أملاك غائبين يحق لسلطات الاحتلال مصادرتها. وأفاد أن المستوطنين الذين يقطنون مستوطنات الضفة الغربية المحتلة يشعرون داخل مستوطناتهم كما لو كانوا داخل إسرائيل، والشيء الوحيد الذي يقيدهم فعليا هو التطوير، أي حقيقة أنهم تحيط بهم كثير من الأراضي الزراعية التي يجدون صعوبة في وضع أيديهم عليها. واعتبر أن خطة الضم ستفضي إلى جعل إسرائيل دولة فصل عنصري ليس لدى النشطاء السياسيين والحقوقيين فحسب، بل لدى عامة الناس. الكاتب يقول إنه بينما كانت إسرائيل تدعي في الماضي عدم الرغبة في حكم الفلسطينيين وأن الوضع الحالي وضع مؤقت، سوف يعني الضم إدامة حالة الهيمنة على الفلسطينيين وإدامة قهرهم، وسيبدو ذلك تخليدا لما كان من قبل مؤقتا. إلى هذه الأم الصينية العبقرية في الحقيقة، والتي نجحت وهي وأسرتها في العثور على طفلها المخطوف وجمع شمل الأسرة مرة أخرى، لكن بعد 32 عاما. وكان ماو يين قد تعرض للاختطاف أثناء عودته إلى المنزل من الحضانة برفقة والده عندما كان سنه لا يتعدى العامان والنصف عام 1988. وقال صحيفة الشرق الأوسط إن والدة الطفل تركت وظيفتها وبدأت رحلة بحث استمرت عقودا للعثور على ابنها المفقود. وزعت الأم أكثر من 10,000 منشور، وانضمت لين إلى مجموعة من المتطوعين في رحلة بحث للعثور على الأطفال المفقودين وتقديم المعلومات للشرطة. وأثمر عمل الأم عن العثور على 29 طفلا مختطفا وإعادة لم شملهم مع أسرهم، لكنها لم تعثر على ابنها حتى نيسان من العام الماضي عندما تلقت شرطة شيان
معلومات مفادها أن رجلا من مقاطعة سيتشوان تبنى طفلا من مقاطعة تشي منذ 3 عقود، وبعد سلسلة من التحقيقات تطابق الحمض النووي لماوين مع ملفه الشخصي. الحمد لله على السلامة. وإلى أبرز ما رسم فنانو الكاريكاتير. بهذه الرسومات المعبرة نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام، إلى صدى جديد يوم غد إن شاء الله. سلام عليكم.